أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. صدق الله العلي العظيم. علماء يقولون أننا بسبب علمنا نعد قوام المجتمع، وباقي الناس في الهامش، لا قيمة كبيرة لباقي الناس. هذا لسان حال أو لسان قال طبيعة العلم. عاملون يقولون نحن بسبب قوة أدائنا نحن قوام المجتمع، بقية الناس لا قيمة كبيرة لهم. كلا، في كل بعد في المجتمع هناك فئات ثلاث، كل فئة تؤدي دورا بالغ الأهمية، كل فئة تعد قوام المجتمع في كل بعد. ثلاث فئات: فئة العلماء المنهمكون على العلم الذين كل عملهم العلم، علم ثم علم ثم علم، هذه فئة تعد قواما، تعد ركنا في المجتمع. الفئة الثانية: العاملون المنهمكون على العمل، لا ارتباط لهم بالعلم، يعملون ويعملون ويعملون. هذه الفئة أيضا ركن في المجتمع. الفئة الثالثة: فئة نصف العلم نصف العمل، بين الفئتين، هذه الفئة أيضا ركن في المجتمع.
والذي يحصل كثيرا كثيرا استصغار الفئات للفئات الأخرى. العلماء، لا أقول العلماء كل العلماء، هذه طبيعة العلم، إلا أن يربي شخص نفسه ضد هذه الطبيعة السيئة. كما هو موجود لله الحمد، ولكن طبيعة العلم، العالم ليس فقط العالم، حتى الذي يمشي في طريق العلم يستصغر الآخرين، لأنه يعرف قيمة ما عنده، عنده درة اسمها العلم، درة عظيمة جدا. الناس لا يعرفون قيمة هذه الدرة، هو يعرف، فيستعظم مقامه ويستصغر الآخرين. الفئة العاملة أيضا، الفئة العاملة المجدة في العمل، أحيانا تستصغر العلماء. ما هي قيمة العلم؟ علم 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 إلى متى؟ اعمل. تستعظم دورها وتستصغر دور الآخرين. الفئة الثالثة أقل استصغارا للآخرين وأقل استصغارا من الآخرين لارتباطهم بالفئتين. الفئة المنصفة، نصف علم نصف عمل. هذا في مجال العلم والعمل، في كل المجالات هكذا. هناك طبيعة، الشخص يرى قيمة ما عنده ويرى أن الآخرين عندهم شيء ضئيل، عندهم شيء لا قيمة له، قيمة كبيرة، فيستعظم دوره ويستصغر أدوار الآخرين. النائب في البرلمان يرى دوره عظيما جدا، وأدوار الآخرين ثانوية. التاجر يرى دور التجار كبير جدا، وما الآخرون؟ في الهامش. العلماء يرون أنهم قوام المجتمع، بقية الناس ماذا؟ هؤلاء ناس لا قيمة كبيرة لأعمالهم. الإعلاميون يرون أن دورهم الذي يؤدونه دور كبير جدا، الإعلام شيء يحق الحق ويبطل الباطل، ويحق الباطل ويبطل الحق، إعلام، فدورنا كبير. دور الآخرين ماذا؟ ليس مهما، إما لسان قالهم أو لسان حالهم. وهكذا وهلم جرى. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن استصغار الأفراد للأفراد. الأعلم يستصغر الذي هو دونه في العلم، الأقوى يستصغر الذي هو دونه في القوة، الثري الأثرى يستصغر من هو دونه في الثراء. استصغار الأفراد للأفراد، الترفع الشخصي، وهذا من مصادق الترفع السيئة، من المصادق السيئة للترفع. كلامنا اليوم عن ترفع فئوي، استصغار فئة لفئة. هذه الفئة ترى قيمة دورها وعليه في الأدوار الأخرى ليست ذات قيمة. هذا ليس أقل قبحا من الترفع الفردي. وهذا شائع جدا جدا جدا، ما نسمعه كثير. هذا لسان القال، وهو أقل من لسان الحال. كثير من الأشياء لسان الحال لا يقوله الشخص بلسانه، ولكن في نفسه هذه الحالة موجودة.
لعلي لا أقول بلساني أن دوري أهم من دور من أدوار بقية الناس، ولكن هذا موجود في قلب الشخص أحيانا، لا أقول أحيانا، كثيرا. كثيرا كثيرا. ركزوا على هذه النقطة، في من حولكم وفي ما حولكم، والإنسان يركز ما في نفسه. استصغار، استصغار فئوي، ترفع فئوي. نحن العلماء في أي مجال كنا، علم دين، علم دنيا، علم طب، أي شيء، نحن دورنا كبير كبير كبير، أكبر من الآخرين. نحن أرفع مستوى من الآخرين. ولذا ترى العنجهية، التكبر العملي كثير كثير في المجتمعات، كثير كثير. من أين جاء هذا التكبر العملي؟ يتبين أن في النفس يرى نفسه أكبر من غيره، ولا كيف يتكبر؟ توجد درجات لا شك في ذلك. الدنيا ليست درجة واحدة، المقامات ليست بدرجة واحدة، الأعمال ليست بدرجة واحدة. توجد درجات حقيقة نعم، ولكن أنا أفضل من غيري، أنا كشخص أفضل من غيري، أو أنا كفئة. ترفع فئوي كثير كثير جدا جدا. نحن أناس نفهم، الناس لا يفهمون. حتى بعض الفئات الدونية اجتماعيا يترفعون على الناس، فئة دونية أساسا. أنا مرارا وتكرارا سمعت هذه الكلمة وهذه الكلمات السيئة من فئة دونية في المجتمع، يعني ليست فئة راقية في المجتمع، اجتماعيا فئة دانية تترفع على الأقل في الفهم. نحن نفهم، الآخرون لا يفهمون. كم مرة سمعتم ما في مخ؟ كثيرا ما الكلمة يسمعها الإنسان ليست من فئة راقية اجتماعيا، من فئة دانية اجتماعيا. تقول الفئة الفلانية ما في مخ، فئة ضد فئة، فئة تترفع على فئة. نحن ندعي أن كل الناس يفهمون، لا، ليس المقصود هذا. ترفع شيء سيء، ترى نفسك أرفع من الآخرين، دورك مهم، دور الآخرين غير مهم، دور الآخرين ثانوي. المشكلة هنا. شهر رمضان شهر تطهير النفس، هذه الكلمة في خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي خطبها على أبواب شهر رمضان. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، تطهير القلب. هذه الحالات أمراض، هذه الحالات أوساخ في القلب. الإنسان في وسط عبادته يأتي بهذه الأشياء الوسخة. هذا القلب يحتاج إلى تطهير. يدخل الإنسان إلى شهر رمضان كما هو حاله في بقية أيام السنة، بأوساخ. شهر الطهارة، شهر النظافة. الإنسان يدخل إلى هذا الشهر أصله قلبه، قلبه وسخ. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، تطهير القلب من هذه الحالات. أقرأ لكم حديثين شريفين.
عن الترفع. الإنسان يرى نفسه أرفع أو يرى فئته أرفع. الفئة الثانية أيضا فئة صحيحة تعمل عملا صحيحا، مرة فئة باطلة قطعا الحق مقدم على الباطل، الباطل لا قيمة له، هذا شيء واضح بديهي. لا، أنا فئتي فئة علماء، أنت فئتك فئة عاملين، أنا أرفع منك، هذه المشكلة. العاملون عملهم غلط؟ لا، عملهم صحيح، ولكن لا قيمة لهذه الفئة أمام هذه الفئة الكبيرة. المشكلة هنا الترفع. في موثقة ابن بكير عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام ينقل قضية السباق بين ناقة النبي صلى الله عليه وآله وناقة أخرى، ثم يقول هذه الكلمة: ناقة النبي ترفعت، أحست بالرفعة. القضية التي نقلتها لكم في الأسبوع الماضي، هذه الرواية الشريفة نصها، قال صلى الله عليه وآله: حق على الله تبارك وتعالى ألا يرتفع شيء إلا وضعه الله. هذا في الدنيا. حق على الله ألا يرتفع شيء، أن يترفع شيء إلا وضعه الله، الله عز وجل يضربه على الأرض. بماذا تترفع أنت؟ ما عندك إلا ذرة من ذرة من ذرة. أنت وفئتك، أنا وفئتي، ليس فقط أنا، كلنا. ما الذي عندنا؟ نترفع على من؟ نترفع بماذا؟ حق على الله، يعني الله عز وجل جعل هذا الحق على نفسه، أن لا يرتفع شيء إلا وضعه الله. هذا حق جعله الله سبحانه وتعالى على نفسه. هذا جانب دنيوي. الجانب الأخروي، في حديث بسند موثق بل صحيح، موثقة ابن بكير بل صحيحة ابن بكير على الأصح، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له السقر. هذا الوادي مذكور في القرآن الكريم في أكثر من آية. وادي مكبوت حرارة، شكا هذا الوادي، شكا إلى الله عز وجل شدة حر، وسأله أن يتنفس. إلهي أذن لي أتنفس، فأذن له، أو فأذن له، أذن لهذا الوادي أن يتنفس، فتنفس هذا الوادي. الله أكبر من هذه العبارة. فأحرق جهنم. الله أكبر. جهنم، جهنم التي لو وضع من نارها ذرة لذابت جبال الأرض. ذرة ذرة من نار جهنم لو وضعت على الأرض جبال الدنيا تذوب. جهنم، جهنم، هذا الوادي أحرق جهنم. ماذا صنع أحرق جهنم؟ تنفس. عبارة الرواية هكذا، تنفس. الإنسان عندما يتنفس كم من الحرارة من جسمه يخرج؟ شيء ضئيل جدا. هذا الوادي فقط تنفس. رواية
موثقة وصحيحة السند. تتكبر على من؟ بماذا؟ وهذه النتيجة. عبارة فأحرق جهنم جدا عجيبة، جدا جدا. هذه الروايات أصلاً، والروايات كثيرة طبعاً تعلموا، هذه الروايات أجعلها في جانب. المؤمن لا يحتاج إلى هذا الكلام، المؤمن يكفيه الله عز وجل يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب، خلاص الله لا يحبه، لا يحتاج أن يذكر له عذاب، تذكر له نار جهنم، الله لا يحب. هذه العبارة، هذا المضمون موجود في ثلاث آيات قرآنية بكلمة المختال طبعا، ولا كلمة ثانية موجودة وهو إنه لا يحب المستكبرين، آيات عديدة عن المتكبرين والمستكبرين. بعض المفسرين يقولون درجة الاستكبار أقل من درجة التكبر، الطريق إلى درجة التكبر الاستكبار، هكذا يقولون البعض. الآية تقول إنه لا يحب المستكبرين، ناهيك عن المتكبرين، لأن الاستكبار طلب الكبر، هذا في الطريق. البعض طبعا نظرهم في التفسير أنه خلاف ذلك، أن المستكبر أسوأ حالا من المتكبر. أجمالا الله عز وجل لا يحب المستكبر، إنه عز وجل لا يحب المستكبرين، لا يحب، الله لا يحب، خلاص الله عز وجل لا يحب شيئا صحيحا شيئا حقا. سبحان الله عما يصفون، هذا شيء باطل. لنفرض أصلا لا يوجد عذاب أصلا، الله لا يحبك، خلاص كافي. الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى يمشي طريقا صحيحا؟ تطهير القلب. قبل شهر رمضان اليد الوسخة تطهرها بشيء نظيف اسمه الماء، بمطهرات، الشيء الوسخ تنظفه. القلب يحتاج إلى تطهير، تطهير القلب أكثر تعقيدا بكثير بكثير بكثير، يعني شيء خافي، شيء خافي للناس، خافي للناس كليا، خافي لك. السبب كلمة واحدة، لماذا نفس الإنسان خافي على الإنسان؟ سبب واحد، عدم التركيز، أرى مساوئ الآخرين ولا أرى مساوئي، أرى الوساخة في الناس ولا أرى الوساخة في نفسي، عدم التركيز على النفس. 70 سنة الإنسان، لا أنا وضعي زين الحمد لله، وضعي ممتاز، والإنسان يغرق يوما بعد يوم في الأوساخ، هذا القلب يغرق حتى يصل إلى درجة لا تؤثر، العياذ بالله، لا تؤثر فيه نصائح خيرة خلق الله. رسول الله كان ينصح هؤلاء يضحكون، رسول الله سيد الأولين والآخرين، أمير المؤمنين ينصح، أمير المؤمنين نصيحة ليس مني، أنا غارق في الأوساخ، أمير المؤمنين أطهر خلق الله، أطهر قلب خلقه الله سبحانه وتعالى، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أمير المؤمنين ينصح، ذاك يستهزئ. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء كم خطبة خطب؟ في يوم واحد في كم ساعة؟ على الأقل، على الأقل 5 خطب. الخطب ناهيك عن كلماته الأخرى التي قالها لأعدائه. أصلا القلب غارق في الأوساخ، هذا القلب ميت خلاص، في لحظة واحدة القلب يموت، لا
لا، أولئك أعداء أهل البيت. أعداء أهل البيت بعضهم كانوا من الموالين لأهل البيت، صاروا أعداء أهل البيت. بعضهم هؤلاء الذين قاتلوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، بعضهم طبعا، عامتهم ما كان هكذا، بعضهم في بداية أمره ظاهره ما كان عدو لأهل البيت، على الأقل مظهره. ممكن الإنسان ينزل، نعم ممكن ينزل. علي بن أبي حمزة البطائني مظهره كان من الموالين، من العلماء أصلا كان، صار علي بن أبي حمزة البطائني ذاك العدو اللدود. في شهر رمضان قلبي لا يطهر، متى يطهر قلبي من هذه الأوساخ؟ في آخر جمعة من شعبان على أبواب شهر رمضان. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. عبارة جدا عجيبة وجميلة، معنى ذلك أنه في شعبان تغفر الذنوب، لكن إذا هذه الأيام من شعبان في كل لحظة في كل يوم كان من الممكن أن يغفر لي، إن لم تكن غفرت لا، إذا ما صرت مشمولا لغفرانك من الآن اغفر. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اجعل نياتنا صادقة، اللهم بمحمد وآل محمد اجعل شهر رمضان شهرا مباركا لجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.